في شيء تبون تسألون عنه؟ في شيء ما توضحت صورته توضحونها أكثر؟ ترى أسئلتكم بتفيدنا، يمكن تجيب تساؤل الجمهور عشان أشرح له أكثر. أسلم، سمعت الحين تقول المراكز اللي قرب الدعم 15-10 هذه موجودة ولا؟ اي نعم. كيف هذه نهاية البرنامج يعني؟ نهاية البرنامج مو في تصويت المركز الأول الثاني الثالث نجم الجمهور الأول الثاني الثالث، في جروبات الدعم ثلاث مراكز. 15,000 10,000 5,000 على ايش؟ على اكثر تفاعل ولا ايش؟ ولا علشان التصاميم؟ التصاميم على حسب جودة التصاميم، التصاميم اللي بتطلع لك على حسب التفاعل اللي بيكون على التصميم، على الفقرة، على الفقرة هذه التصاميم، التصاميم التصاميم اللي بتكون في الفقرة، فقراتك انت فهمت السالفة؟ ايه ايه ايه. على حسب التصاميم يعني ممكن يكون في واحد افضل جودة اي الجوده، الجوده بتوخذ، الجوده مثل ما قلنا لك اثنين من المتسابقين من التصاميم بتوخذ بالجوده وليس بالتصويت، كل اسبوع بترشح معنا. طيب الجوائز اللي ذكرتها محصوره على فقره بس الجوائز للفرق الدعم، يعني تقييم فرق الدعم محصور على فقره شباك اي تفاعل شباك للجمهور اللي هو النافذه يعني بس محصورة ما يقيم على الطبخ ولا يقيم على لا 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 ما له شغل. التصاميم اللي راح تستقبل على التغريدة تصاميم قديمة من بداية البرنامج ولا تصاميم بالأسبوع ذا بس؟ يعني تصاميم من فقرة شباك فقرة شباك بس مو بحق قديمة. هو أكيد إنه بيكون شيء قديم خلاص قد راح قديم، فهمت؟ صمموا قديم، صمموا قديم إلى متى؟ كل يوم بيجي ذا التصميم، فهمت الطريقة؟ عشان يبدعون فرق الدعم اكثر. عندي استفسار، قبل لا توقف كان تجي هديتين لم تسابقين من فريق الدعم، هل هي موجوده لحد الان؟ الهدايا هي موجوده، موجوده الهدايا الى الان. توضيحا بس هو التوضيح اللي انا اللي هي المقاطع التصاميم اللي تجي تحت التغريده الاكثر تصويت على اللايكات والريتويت صح؟ اي اللي اعلاهم راح ياخذون منهم اعلى غير الجوده، الجوده غير بس بياخذون اربعه منهم، اربعه من اعلى تصويت من لايكات وتغريدات اي واثنين الجوده. ممتاز مضبوط، فهمت الطريقه؟ مضبوط ممتاز. في سؤال بعد يا شباب؟ اسلم، آلية تقييم الجوده تعلنونها ولا خاصه؟ مختصين فيها، في لجنه مخصصه على جوده التصميم، على جوده طبعا التصاميم بتكون حقوق القناه، حقوق مع القناة عاد انتو عشان يبدعون فرق الدعم يقدرون يبدعون الشعار والمنشدين اظهروا اعمال لو كل عمل اسبوع. والصوت ما باي صوت تحط صح؟ اي صوت؟ اي ما بص اي صوت، فيه في حقوق الجمهور على الفريق كل نسخة. هو يقصد خالد عبيد واللي فهمت من كلامه انه الحين لو طلعتوا التصويت يقول هذا التصاميم اللي فازت بعلى تصويت وهذه التصاميم اللي فازت بالجودة حلو بتسمونها لنا ولا ما انتم مسمينها؟ اي اصلا الجمهور بيكون عارفها لانه شايف مطلع على التصويت، وحنا يا المتسابقين نبي نعرف ان تصميمي هذا اللي كان ماخذ على اللايكات وهذا اللي ماخذ الجوده. لا ابشر اعلمك، تبشر بيدنا جعل ولدك فيك حاضرين. والله انها اضافه جميله يا خلاص. الله يطول عمرك. يعني يوم تقول حقوق صمم لي مقطع الحين حط شيله غير اللي في القناه. لا من اعمال القناه، من اعمال القناه اي برا القناه ما ينزل، ما ينزل في التقييم. او طبعا التصميم ما يتعدى 15 ثانيه، 15 ثانيه عشان ما ياخذ من وقت الفقره. تعرض معنا 6 تصاميم وبتعرض معنا 12 تغريده وبيكون فيها اسئله وبيكون فيها اخضرات وبتكون فيها انت بتطبط على جمهورك وبتكون فيها اخذ وعطى عشان الوقت يكون التصميم 15 ثانيه. طيب مبارك اليوم في شيء ولا بس فقره؟ لا اليوم بس تعريفيه. وجهك وجهك الله يطول عمرك. هذه إضافة والله خلق الله، الله الله يطول عمرك والله حماس والله إني إضافة لي تواجدي معكم وتجديد عهد بالشاشة والجمهور العريق. جعل ربي جعل ربي يطول عمرك. أسلم الله يطول عمرك. والله أنا خصم منه يعني فقراتك اللي قبل القناة والله ما شاء الله تبارك الرحمن. جعل ربي يطول مرة بس صرت فارق وجيت هالحين ما شاء الله تبارك الرحمن باستضافات وبشغل عدل. جاء ربي يطول ان شاء الله انها من نجاح النجاح. تمدح من طيب راسك الله يطول عمرك. انا اقولها صادق، احنا تحمسنا والله للفقره، والله انا تحمسنا للفقره الجايه يوم الترتيب اللي صاير ان فيها اخذ وفيها عطاء وفيها تصميم وفيها شغل فيها حماس فيها تنافس. نعم احنا ما ندري كلام كلام الجمهور. طبعا الجمهور انت احسب حساب الكلام الايجابي، الكلام لكم والكلام للجمهور اللي خلف الشاشات
الكلام اللي بتوجهه للنواف ولا بتوجهه للعيفان ولا بتوجهه أي كان ترى بيجيبه، وجه كلام تحس انه بيجيبه شيء قدمه هو ذا الاسبوع. الشيء اللي تبغى تسمع الاسبوع الجاي اقدمه اليوم. نعم، وانت قدم اللي بتمدح عليه. ممتاز صح، ابشر بالنقاط وابشر بالكروت ابشر يضوج يا رب يطول عمرك. والله اللي يمكن لي وقت لكن جالس يرتب ومن ضيق الوقت بدون تحيز ظني ما عاد بقى على شيء. قلنا نوضح الموضوع للجمهور عشان لا جاء الاسبوع الجاي الا كل شيء جاهز، تصميم فرق الدعم جاهزه، ايه كل شيء جاهز. احنا داخل احنا دايم قبل بدون تحيز ضايقين ومعبسين وجينا ننطر بدون تحيز لين نجي، والحين احنا بنجي ومنبسطين. اللي بيقول الله يطول عمره عقب الاخبار ذي جاء رب يطول عمره، الحجاج منطلق جاء رب يطول عمره. واقول هذا الحين وقالها عاد الحين قال انت فارق مو بر عشانها ابن عم ولكن خلاف مين الله يطول عمره، ولا زماله ولا اخوه ولا جاء رب يطول عمرك يا